مساء الفل، اهلا وسهلا. شنو حوالي مساء الخير بالمستمعين اللي وانا فهم. شكرا، اهلا وسهلا. ديما نقولوا احنا اللي ياكل على راسه في الانتاج هو الفلاح، معناتها ديما اللي يبيع بالرخيص هو الفلاح واللي يشري بالغالي هو المواطن. دقله تونسيه بقداش قاعده تتباع اليوم؟ مقاربه عجيبه في تونس. على مقاربه عجيبه غريبه. قال لي سي فتحي، اليوم الانتاج نتاعنا سنه من الدقله قداش تقريبا؟ الصابه نتاعنا في حدود شنو؟ تقريبا ديما الدقله ديما تتراوح من 300 ل 400 تنفذ 350 ألف إن شاء الله. أنا شوف ما شاء الله كمية هيلة ياسر، استهلاكنا ما هوش برشة وديما بأسعار ما تعكسش الجودة اللي توصل بها للمواطن التونسي، خاصة في المناطق اللي بعيدة على مناطق الانتاج. الحلقة الوسطى مستفيدة، المواطن ما يتمتعش، تركوبا علاش ما يأكلش كمية كبيرة. المواطن التونسي تبدأ الأسعار تقارب الأسعار اللي تخرج بها، لأن الأسعار اللي تخرج بها من الضيعة أحيانا بالاختيار، خاطر كلفة الإنتاج ارتفعت، فاتورة المياه ارتفعت، الكهرباء ارتفعت للآبار، اليد العامل ارتفعت، مدخلات لحماية الصابة ارتفعت كذلك. وفي الأخر الفلاح خاطر الغلة بيعني ولا لوحني، عندنا مقولة احنا في الفلاحة قولوا احنا صبوا تحت الزرسة، معناتها الفلاح يبيع يطيش. دونك يستنى الصابة من العام العام باش يعمل بها ويقوم بها بعائلة ويعاود يصرف شوية في الضيعة ويبني ويعرس ويعمل ويداوي. دونك يلقى روحه في آخر لحظة المشترين عندهم تقنيات شراء معناها فيها دهاء كبير ياسر، يخليه لآخر لحظة باش يضطر السوم الواحد يبيع سينون كله. هذاك علاش يجب إعادة فتح الملف مع ملف الزيت زيتونة من أعلى هرم السلطة، ثلاث القيمة كل، ويجب تقسيم القيمة المضافة في كل متدخلين، مش واحد يعيش في الرفاهية التامة والفلاح ينتج ويدو على قلبه عام كامل في الضيعة، في الأخر يلقى روحه يما خلص مصاريفه ولا يقعد مثال لك التجار اللي سبقونه اللي دخل فك الدوام نتاع المديونية، ما عادش يلوج عسار، هات تعطيني نخلص، هات تعطيني نداوي، هات تعطيني نعمل. دونك يلزم فتح الملف هذايا، تنظيم مسالك توزيع الدقلة، تمتيع المستهلك التونسي بالثروات التونسية هذه، والفلاح راه مؤسسة اقتصادية يلزمه يربح باش يطور المؤسسة نتاعه والضيعة نتاعه، الضيعة الفلاحية، يطور وسائل العمل، يطور وسائل التبريد. ومشكورة بعض البنوك منها البنك التونسي التضامن، السنه ضاعف الحصه نتاع التمويل نتاعه من 6 مليون دينار ل 12 مليون دينار لتمكين الفلاحين من خزن الصابه نتاعهم، باش ما يقعدش تحت رحمه الشاري ولا التاجر ولا المصدر. هذا خط عمل كامل يجب تخدم عليه، يجب نخدم التحويل غادي على مستوى الضيعات، التحويل الاولي الدقله اللي شابه بعض الشوارع البسيطه، علاش لوحوها؟ علاش تباع بأسوان بخصة عند الفلاح وبعد تلقاها فوق تتباع بدينار تلقاها بخمسة وستة آلاف؟ وهي دونك العمل على تحويل أولي في الضيعة، والعمل على تخزين في الضيعة، والعمل اللي احنا كاتحاتون في فلاح حسين البحري بعث الهياكل المهنية باش نقوي وكل الفلاح، ما نخليوش كل الفلاح وحده صغير وحده. دونك بعث هياكل المهنية اللي تنهض بالمنظومة، تقوي الفلاح في المفاوضات نتاعه في شراء المدخلات او في نقل المنتوج او في بيع المنتوج، ما نخليش الفلاح وحده، ونطلب معاضده الدوله، مجهود الدوله للنهوض بالمنظومه هذه اللي ولات من سنه الى اخرى تبرهن على مكانتها في الميزان التجاري الغذائي، القيمه التصديريه اللي توصل 900 مليون دينار. دونك قطاع قاعد يعطي في اكله، لازمنا نطوروا المساحات نتاعو، نخدموا على الجوده، نخدموا على تنويع المنتوج، لازم ما نكتفيوش بدقله نور، فما عديد الفاريتي الاخرين، ونخدموا على تنويع الاسواق خارجيا وداخليا. يجب خط عمل وطني لتمتيع التونسي بالكميات اللازمه وبالاسعار المقبوله. اليوم في المعدل، معناتها كي نحكيو اليوم مثلا نقولوا احنا الربان يتباع بدينار يوصل السوق مثلا ب 3000، كي نحكيو على الدقله مثلا قداش تتباع اليوم عند المنتجين في ولايه من الجنوب؟ غادي تخرج فما انواع بدينار، اعز دقله عندنا يحكيوا لي فلاحتنا في الجريد في طوزر وقبلي وقابس وقفصه ما تفوتش 4000 4000 اللي تتباع ب 14 وب 15 دينار عند التونسي في المدن الكبرى. يعني من 4000 ل 14 دينار فوا 4 فوا 3 ويد مي. للفلاح ربما لقى شويه رفاهيه، وللمواطن كي يشري كيلو ربما يستخسروا في روحه. يتمتع به معناتها الظروف المعيشيه، تطور الاسعار، الكل في المعيشه الحياتيه نتاع المواطن.
يعني في الجهه دوما لو دو بروديفار زيت زيتون ودقله لازم تحل ملف ومن حق التونسي مشاكل من خيرات بلاده باسعار تتماشى والدخل نتاعو باسعار تفاضليه باسعار سميها اللي تحب. احنا قاعدين نخمو ربما في بعث مشروع من المنتج المستهلك يلزم نعملها لهذا نعملوه قبل في المناسبات في رمضان ان شاء الله نقدروا مع بعض شركاء وطنيين واجانب ثم مشروع مع ممول دولي ربما لبعث اماكن اسواق انتاج من المنتج المستهلك تكون قاره على تكون اسواق قاره حتى راح نشوف عندنا موسم الدقله بعده ونبداو بعد الرمان وبعد القوارص وبعد دونك ثم كل شهرين ثلاثه ثم غله تحضر علاش ما نعملش حاجات هذه على الاقل صفات هذه ما نجمش انا ما نجمش نعدي الليله من غير ما ناخذ منك سكوب هدايا باه قلت لي اليوم انتم قاعدين تتخموا في بعث مشروع من المنتج المستهلك مشروع مع شريك اجنبي شريك أجنبي دولي عندهم الافكار هذه متطوره في عديد الدول في العالم الاسواق نتاع بيع المنتجات في الحريم المنتج المستهلك قاعدين نخدموا معاه جاونا اجانب ومشاو اولادنا من مديري الوحدات للبلد الشقيق هذايا ميساج قول لي البلد الشقيق شنو قول لي من ايطاليا من إيطاليا. مش شقيق صديق معناتها صديق اصدقاء شقا احنا اللي عاونا الكل صديق وشقيق يعني نتعاملوا كحب بشر بشر كيمد لك يديه باش يعاونك تعتبره شقيق تعتبره خوه تعتبره اللي تحب المهم مشروع فارمر ماركت هذايا نقاط بيع لبيع منتجات الفلاحين على طول السنه دونك قاعدين ندرسوا في كل الولايات ولا في ولايات معينه ولا شنو؟ ما زال بعد هذاك قداش من نقطه بيع قداش من واحد ما زال ما يتحدش يعمل فكره اجماليا دونك تشاورنا مشاو جاو فما عديد الخدمه قاعد تخدم ان شاء الله الى ابو تيرا هذا في 2025 الاولى نتاعو باش تكون في 25 ان شاء الله ان شاء الله احنا ماناش باش نضربوا بالعصا من واحد ولكن على الاقل حاجه تحد من هالارتفاع الجنوني نتاع الاسعار من الاحتكار والمضاربه ومن الغطرس على المواطن وعلى الفلاح وتروا في الكيليبر مواطن يستنفع والفلاح يستنفع. شكرا جزيلا سيد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي رئيس اتحاد التونسي الفلاح وصيد البحري شكرا لك على كل التوضيحات. تشفيت نخدموا بالبون بلان بون بلان مع الدنيا اللي بدات تبرد شويه والاجواء اللي تحير برشا ذكريات وساعات برشا ستريس وقيت اول اسبوع